والسلام على سيد البشر وخاتم الأنبياء. أما بعد، بعدما فرغ صاحب الكتاب من مقدمة الكتاب، الآن شرع في بيان مقدمة علمية. وهذه المقدمة العلمية في نشأة علم المصطلح، في نشأة علم المصطلح، يعني كيف بدأ علم المصطلح وكيف ترقى، والأطوار أي الأحوال التي مر بها علم المصطلح. فهذه المقدمة في نشأة علم المصطلح، وهكذا في أشهر المصنفات فيه. فتشتمل هذه المقدمة على نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح، عن نشأة علم المصطلح والأطوار أي الأحوال التي مر بها علم المصطلح. وهكذا هو ذكر في هذه المقدمة أشهر المصنفات في علم المصطلح، وكذلك ذكر تعريفات أولية كما سيأتي. أولا بدأ بنبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح. فصاحب الكتاب يقول: عندما ننظر إلى الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار، نجد أن هذه القواعد وأن أسس هذه أسس نقل الأخبار والرواية هي موجودة في القرآن والحديث، موجودة في القرآن والحديث. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يأمرنا بالتثبت من الأخبار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. فهذا يدل على أنه إذا جاءنا أحد بخبر منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتثبت من هذا الخبر، نتأكد من هذا الخبر هل هذا في الحقيقة خبر صحيح منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: هذا هو الأساس، التثبت في نقل الرواية ونقل الأخبار، هذا يعني لا بد أن نتثبت منه. وهذه القاعدة، قاعدة التثبت، أخذناها من القرآن، وهكذا من الأحاديث. ففي الأحاديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمؤمن الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغ إلى الآخرين، فقال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ أوعى من سامع، بلغه كما سمعه. هذا يشير إلى أن الإنسان يحفظ الرواية وينقلها كما سمعها من دون تغيير وتبديل. فهذه القاعدة إذن أخذناها من الحديث. وهكذا في بعض الروايات: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي بعض الروايات: رب حامل فقه إلى من هو إلى غير إلى رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا يدل على أن الإنسان ينقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآخر، وبعض الأحيان يجد أن الآخر الذي نقل إليه هذا الحديث هو أفقه منه، ويستطيع أن يستنبط أحكام من هذا الحديث. أما الأول إما كان فقيها فقط وليس أفقه، وإما كان غير فقيه. فينبغي للإنسان أن يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينقل هذه الأحاديث إلى الناس الآخرين. ورب في الذين نقل إليهم هذا الحديث نجد من هو أفقه منا، أو نجد من هو فقيه ولسنا بفقهاء، فهؤلاء يستنبطون الأحكام من هذه الأحاديث. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف هي قاعدة يعني التثبت في أخذ الأخبار. عندما نريد أن نأخذ أخبار منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نتثبت، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا مبدأ التثبت في أخذ الأخبار، وكيفية حفظها بالانتباه لها، كيفية الحفظ لهذه الأحاديث بالانتباه، أي بالوقوف على هذه الأحاديث، وهكذا حفظها والتحقيق الكامل قبل أن ننقلها إلى الآخرين، حتى عندما ننقل إلى الآخرين ننقل هذه الأحاديث صحيحة سالمة من التغير ومن الضعف. فيقول: امتثالا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة رضي الله عنهم بالتثبت في نقل الأخبار. فكانوا عندما يسمعون الحديث كانوا يتثبتون هل هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، خاصة
خاصة إذا شكوا في صدق الناقل لها، لو وجدوا أن ناقل هذه الرواية يعني لا ندري هل هو صادق أم لا، نحن نشك في صدقه، ففي هذا الوقت كانوا يتثبتون بالتحقيق، كانوا يتثبتون هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعته وهل هناك أحد آخر سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتثبتون من هذا الأمر، كانوا يتثبتون من هذا الأمر. و لأجل ذلك يقول إمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه عن ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في البداية لم يكونوا يسألون عن الإسناد، ولما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. الفتنة يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الناس يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سموا لنا رجالكم، يعني في البداية ما كانوا يسألون عن الإسناد، عن فلان عن فلان عن فلان ما كانوا يسألون، ولكن لما وقعت الفتنة بدأ الناس يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل البدعة بدأوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، أي بينوا لنا أساتذتكم، عن من أخذتم هذا الحديث، وهو عن من أخذ الحديث، هكذا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فيقول ابن سيرين رحمه الله تعالى أن في البداية لما لم ينتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت ما كانوا يسألون عن الإسناد، كانوا يسمعون الحديث ويقبلون، ولكن لما وقعت الفتنة وهي الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر البدعات، ففي ذلك الوقت قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فهكذا هم كانوا يتثبتون في أخذ الحديث وفي نقل الحديث، فهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. ومن هنا أيضا ظهر موضوع الإسناد، وهكذا ظهرت قيمة الإسناد في قبول الأخبار وردها، يعني في قبول الأخبار وردها لابد من الإسناد، ولا بد أن نعرف قيمة الإسناد، لأن الإسناد سبب واحد يستطيع الإنسان من خلال معرفته أن يعرف الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح، فلأجل ذلك الإنسان يعرف أهمية الإسناد وقيمة الإسناد في قبول الأخبار وفي ردها. ثم كما علمنا أنه لا يقبل الخبر إلا بعد معرفة سنده، فبناء على هذا ظهر العلم بالجرح والتعديل، ظهر العلم بالجرح والتعديل، يعني العلماء يتكلمون على الرواة، هذا الراوي هو عادل، هو يروي الحديث صحيحا، نستطيع أن نقبل منه الحديث، فهم يعدلونه، ويقولون عن بعض الرواة هذا دجال من الدجاجلة، هذا كذاب، فهذا يدل على أنهم يجرحون. فبناء على هذا ظهر علم الجرح والتعديل، وهكذا الكلام على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من السند، هل هذا السند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم فيه انقطاع، وهكذا معرفة العلل الخفية، العلل التي تجعل الحديث ضعيفا ولكنها ليست ظاهرة بل هي خفية، ظهر علم العلل الخفية أيضا، وسيأتي في الكتاب إن شاء الله ندرس عن ذلك. وهكذا ظهر الكلام في بعض الرواة ولكن كان في قلة، لأن في بداية الأمر كان الرواة الضعفاء قليلي العدد، لأجل ذلك لم يكن الكلام كثيرا على الرواة في ذلك الوقت، ولكن كلما انتشرت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يكثرون من نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بعض الناس الضعفاء في الحفظ أو ضعفاء الصفات، ما كانوا عادلين أو كانوا كاذبين، كانوا أهل البدع، فبعد ذلك احتاج العلماء إلى كثرة علم الجرح والتعديل فتكلموا على الرواة كثيرا. ثم يقول: ثم توسع العلماء وأكثر العلماء في هذا الفن، في هذا العلم،
حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه، أي من ناحية حفظه وكيفية تحمله، كيف يتحمل الإنسان الحديث من الأستاذ، وكيفية أدائه، كيف يؤدي الأستاذ الحديث إلى الطالب، بأية صيغة، ما هي الصيغ التي يستخدمها الأستاذ عندما يحدث. وهكذا ظهر يعني معرفة ناسخه من منسوخه، العلم بمعرفة الناسخ من المنسوخ، هناك أحاديث منسوخة وهناك حديث ناسخة، هذا إذن ظهر. لكن يقول صاحب الكتاب كل هذا كان ينقله العلماء بعضهم عن بعض شفويا، لم يكن مكتوبا في الكتب، بعد ذلك اجتهد بعض العلماء في زمن متأخر قليل وبدأوا يسجلونه، ولكنهم كانوا يسجلونه في كتب مختلفة، مثل كتب أصول الفقه، وكتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا كتاب الرسالة. فكانوا يسجلون هذه أحكام التي تتعلق بعلم المصطلح، مصطلح الحديث، في كتب أصول الفقه وكتب الفقه. ثم بعد ذلك يعني جاء الزمن بعد القرن الرابع، في القرن الرابع من الهجرة، يعني جاء بعض العلماء الذين صنفوا كتابا مستقلا في هذا الأمر. ويقول صاحب الكتاب أخيرا لما أحكمت العلوم، نضجت العلوم وأحكمت العلوم، واستقر الاصطلاح بين العلماء، استقر الاصطلاح، ثبت الاصطلاحات بين العلماء، بعد ذلك في القرن الرابع الهجري جاء أحد من العلماء الذي صنف أول كتاب، صنف أول كتاب أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 من الهجرة، في كتابه المحدث الفاصل بين الرابي والواعي، وهذا ما بيناه سابقا أيضا. فهو يعني جمع علم أصول الحديث في هذا الكتاب المحدث الفاصل بين الرابي والواعي، وهذا كان في 360، وفاته كانت في 360. فهذا يدل على أنه يعني بعدما انتهى القرن الثالث في القرن الرابع من الهجرة، لأنه مضى المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، ثلاث قرون مضت. ففي المئة الرابعة جاء أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن، فهو الذي صنف هذا الكتاب. ثم صاحب الكتاب يذكر أن في أشهر المصنفات أيضا أن الكتب المشهورة منها هذا الكتاب، أول كتاب، أول كتاب هو المحدث الفاصل بين الرابي والواعي. ولكن يقول هذا المصنف لأنه كان أول مصنف في هذا الفن، لأجل ذلك هو ما استطاع أن يستوعب جميع الأبحاث، أبحاث مصطلح الحديث، وذكر عذرا له وقال هذا شأن كل من يفتتح التصنيف في أي فن من الفنون، أول كتاب إذا يكتب فلا بد أن يكون فيه نقص، مفهوم؟ بعد ذلك يظهر للعلماء أن هذا ليس فيه هذا الشيء، لا بد أن نأتي بهذا الشيء أيضا في هذا الكتاب. ثم الكتاب الثاني المشهور هو معرفة علوم الحديث، وهذه معرفة علوم الحديث كتاب معروف لأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 405 من الهجرة. ولكنه لما جمع هذه الأبحاث في كتابه هو لم يهذب الكتاب، معناه يمكن أنه ما لخص الكتاب وجاء ببعض الإضافات غير اللازمة، التي لا نحتاج إليها جاء بها أيضا، يعني كان بإمكانه أن يحسن كتابه أكثر وأن يلخص كتابه أكثر، ولكنه جاء ببعض الإضافات غير لازمة غير مهمة، فأصبح كتابه يعني طويل في بعض الأماكن من غير فائدة. وكذلك ترتيب هذا الكتاب ليس ترتيب الفني المناسب، يعني لابد أن يكون هناك ترتيب خاص بأن يذكر الإنسان الخبر ثم يأتي بأقسام الخبر ثم هكذا يأتي بالرواية وأحكامها آداب وكل شيء بهذا الترتيب، ولكن هذا الكتاب لم يكن مرتبا على هذا الترتيب.
وذكر تقريبا 15 كتابا مشهورا في علم مصطلح الحديث. سنمر بهذه الكتب إن شاء الله. اليوم بينا الكتابين المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهكذا معرفة علوم الحديث. نعم، اقرأوا العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح وأخبار الذي مر بنا. نبذة تاريخية أي قطعة، قطعة تاريخية يعني جزء تاريخي عن نشأة علم المصطلح. نشأة يعني حدوث علم المصطلح ونمو، نمو وترقي علم المصطلح، يعني كيف بدأ وكيف ترقى، يعني من أول مرحلة إلى نهاية هذا العلم. فنشأة علم المصطلح كيف حدث، كيف كانت بدايته وكيف ترقى هذا العلم، والأطوار التي مر بها والأحوال التي مر بها هذا العلم، علم المصطلح. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية للعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة المتبوعة. يلاحظ أي يرى الباحث ويراقب، أو يرى أفضل، يرى الباحث الذي يريد أن يطلب معرفة الحقيقة من شيء، يريد أن يطلب معرفة الحقيقة، فهو الباحث يعني يبحث حقيقة شيء. فقال الباحث المتفحص، المتفحص هو المبالغ في البحث، المبالغ في البحث يعني بمعنى الباحث ولكنه مبالغ في البحث. فالباحث نستطيع أن نقول المحقق، المحقق مفهوم، لأنه يحقق الحقيقة. والمتفحص الذي هو مبالغ في التحقيق، مبالغ في التحقيق. الأسس جمع أساس، والأساس هو مثل العماد الذي يقوم عليه الشيء. والأركان الأساسية والأركان الرئيسية التي هي مهمة، الرئيسية أي الأساسية الرئيسية المهمة لعلم الرواية، ما يتعلق بالرواية ونقل الأخبار، موجودة في الكتاب العزيز أي في القرآن الكريم والسنة النبوية، في الأحاديث، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، لو جاءكم أحد بالخبر فتبينوا، فتثبتوا من هذا الخبر، تأكدوا من هذا الخبر، هل هذا الخبر صحيح أم لا. نعم. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نذر الله الامرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب مبلغي أوعى من سامع. نعم، نذر الله امرأة سمع منا شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لي من يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وينقله إلى الأمة كما سمع، دعا له بالسرور والبهجة والنضارة، دعا له بالسرور والبهجة والنضارة، يعني يبقى مسرورا، يبقى مبتهجا، يبقى ناظرا. فكما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تكون مبتهجة مسرورة لأنها تنظر ربهم. فنظر الله امرأة سمع منا شيئا، سمع منا شيئا من الحديث فبلغه، ثم بعدما سمع هو بلغ هذا الحديث كما سمعه، كما سمعه من دون تبديل، من دون تبديل. فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ الذي وصل إليه الحديث، مثلا يعني واحد نقل الحديث إلى الآخر، فهذا الآخر هو مبلغ، هو مبلغ، رب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكثر واعيا، أكثر واعيا أي أكثر حافظا، أحفظ من سامع، أحفظ من سامع. نعم. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى ما هو أفضل منه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني رب حامل فقه الذي حمل الحديث عنده هذا الحديث فيه أحكام يمكن استنباط هذه الأحكام، فيها فقه، يعني أحكام نستطيع أن نستنبطها، ولكن هو ليس بفقيه، أو هو فقيه ولكن لا يستطيع أن يستنبط جميع الأحكام، فهو يؤدي هذا الحديث ويبلغ هذا الحديث إلى من هو أفقه منه،
إلى من هو أفقه منه، فذلك الأفقه سيستنبط الكثير من الأحكام من هذا الحديث. نعم. ورب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه عنده حديث حفظ الحديث ولكنه ليس بفقيه، فهو ينقل الحديث إلى الفقيه، والفقيه بعدما يحفظ الحديث هو يستنبط الأحكام منه. هذا جاء بمناسبة قوله فرب مبلغ أو عام سامع، فلما أن هنا في رواية أخرى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، بمناسبة الحديث الأول جاء بهذه الكلمات أيضا للإشارة إلى أن هناك كلمات مختلفة في هذه الرواية، ولكن المقصود من بيان الحديث الأول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فالإنسان هو يتثبت في نقل الأخبار وفي قبولها، عندما ينقل الأخبار يتثبت أنني أبلغ نفس ما سمعته من دون تبديل، لأن الدعاء لها ذلك الشخص الذي ينقل الحديث بدون تبديل. نعم. وفي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدئ التسبب، وهذا الحديث الشريف عطف على الآية الكريمة. نعم. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار، مبدأ التثبت هذا مبتدأ مؤخر، مبدأ التثبت أي قاعدة التثبت، قانون التثبت، قاعدة التثبت، والتثبت بمعنى تأكد، يعني يتأكد الإنسان في أخذ الأخبار، إذا سمع أحد يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد في أخذ هذه الأخبار، هل هذه صحيحة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفية ضبطها، وهكذا في كيفية ضبطها، الضبط بمعنى الحفظ، وفي كيفية ضبطها لابد أن يتثبت في كيفية ضبطها، الذي ينقل الحديث إلي هل هو ضبطها ضبطا تاما أم لا، هل هو ضبط الحديث ضبطا تاما أم لا، والضبط يكون بشيئين، إما يكون بالصدر وإما يكون بالكتابة، ضبط صدر وضبط كتابة، ضبط صدر وضبط كتابة، فيعني يتثبت في كيفية ضبطها، في كيفية ضبطها، هل الذي ينقل الحديث إلي هل هو حفظ الحديث بصدره جيدا أم لا، أو هل هو حفظ الحديث بالكتابة أم لا، بالانتباه لها أي بالوقوف عليها، بالوقوف على هذه الأخبار التي سمعها، فهو يقف على هذه الأخبار ويعرف ويتثبت هل هذه الأخبار صحيحة وكيف كانت كيفية ضبطها، ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، ووعيها أي حفظها يتثبت من حفظها أيضا، والتدقيق أي التحقيق الكامل، التحقيق الكامل مع إمعان النظر، التحقيق الكامل مع إمعان النظر حتى لا يحصل أي خطأ، حتى لا يحصل أي خطأ فيه، فقال والتدقيق أي التحقيق الكامل في نقلها للآخرين، فالإنسان يتثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها، وهكذا يعني في وعيها أي حفظها، والتدقيق أي التحقيق الكامل مع إمعان النظر حتى لا يحصل أي خطأ في هذا في هذه الأخبار. نعم. وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في الأخبار وقبولها. نعم. وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله تعالى يعني طاعة لله ولرسوله، وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار، أي كانوا يتأكدون في نقل الأخبار وقبولها، قبول وقبول كلاهما صحيح، إلا أن الكلمة الأفصح هي قبول، لأنه جاء في القرآن الكريم فتقبلها ربها بقبول حسن. نعم. لا سيما أي خاصة إذا شكوا في صدق الناقل لها، خاصة إذا شكوا في صدق الناقل لها، الذي ينقل هذه الأحاديث العلماء أو الصحابة رضي الله عنهم شكوا في صدقه، يعني ما تيقنوا أنه صادق، ما تيقنوا أنه صادق، ففي هذه الصورة هم كانوا يسألون عن الإسناد وكانوا يتثبتون من نقل الأخبار. نعم. وفي هذه
فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار عن رتبها. نعم، فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد، أو كما قال الأخ موضوع العناية بالإسناد. هذه نجد بعض يعني الطبع لمكتبة البشرى يزيدون وينقصون شيئا، فما عندي العناية لكن لا بأس بهذه الزيادة، موضوع العناية بالإسناد هكذا، يعني موضوع الاهتمام بالإسناد، الاهتمام العناية بمعنى الاهتمام بالإسناد، أو موضوع الإسناد كما هو مكتوب عندي في كتابي، وقيمته في قبول الأخبار، وهكذا موضوع قيمة الإسناد في قبول الأخبار أو ردها. نعم. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يأخذوا حديثه. يقول فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في بداية الأمر ما كانوا يسألون عن الإسناد، من سمعت عن من سمعت هذا الحديث ومن أستاذه ومن أستاذ الأستاذ، ما كانوا يسألون عن ذلك. فلما وقعت الفتنة، ولما وقعت الفتنة يعني بدأ الناس يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العلماء الصحابة المحدثون قالوا سموا لنا رجالكم، أي اذكروا لنا أسماء أساتذتكم الذين نقلتم عنهم هذه الأحاديث، سموا، وهذا فعل الأمر من سمى يسمي تسمية، سمي سمو أصله سميو قاعدة يرمونا، سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة، ينظروا إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم، يؤخذ حديث أهل السنة، وينظر إلى أهل البدع، ينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر المرجئ والتعليل. نعم، بناء كما عرفنا أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فبسبب معرفة السند نحتاج إلى علم الجرح والتعديل، لأن سند في السند رجال، فهؤلاء الرجال إما عادلون إما غير عادلين، فنحتاج إلى التعديل أو إلى الجرح، فبناء على ذلك ظهر علم الجرح والتعديل. نعم. والكلام على الرواة الذين يرمون الحديث، هل هؤلاء عادلون أم غير عادلين، صادقون أم كاذبون. نعم. ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد، معرفة المتصل، هل السند المتصل من المحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم فيه انقطاع، فيها حذف لاسم بعض الأساتذة. نعم. ومعرفة العلل الخفية، وكذلك ظهر علم معرفة العلل الخفية، علل الخفية، العلل جمع علة، والعلة نستطيع أن نقول العيب الذي كان في السند أو في المتن، وهذا كان مخفيا ما كان ظاهرا، لا يصل إلى هذا العيب إلا المحققون من هذا العلم، الذين يحققون هذا العلم فهم الذين يصلون، فهي العلل الخفية. نعم. وظهر الكلام في بعض الجبال لكن على قلة، على قلة، نعم، يعني الكلام كان قليلا على بعض الرواة، لقلة الرواة المجروحين في أول أمر، لأن بداية العلماء ما وجدوا المجروحين كثيرين، بل كانوا في عدد قليل، يجد ذلك كان الكلام على الرواة قليل جدا في البداية. نعم. ثم توسع العلماء أي أكثر العلماء فيه وتفسحوا في هذا العلم، علم الجرح والتعديل وفي الكلام على الرواة، توسعوا فيه، أكثروا فيه. نعم. حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه أي من جهة ومن جانب ضبطه، والضبط بمعنى الحفظ. وكيفية تحمله وأدائه، وهكذا
يعني كيفية التحمل، كما قلنا أن الطالب عندما يسمع الحديث من الأستاذ فهو يتحمل هذا الحديث. وهناك طريقان رائجان عندنا، هو إما قراءة الطالب على الأستاذ أو قراءة الأستاذ على الطالب. قراءة الأستاذ على الطالب يعني الأستاذ يقرأ الحديث والطالب يسمع، وهذا يقال يعني السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، فهذه طريقة التحمل، السماع من لفظ الشيخ. وطريقة أخرى القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، فهذه كذلك طريقة. فطريقة التحمل، كيفية التحمل وأدائه، أداء الحديث. وأداء كما قلت لكم سابقا، أداء هذا فعل الأستاذ، الأستاذ عندما يؤدي الحديث إلى الطلاب، فما هي الصيغ التي يستخدمها؟ فلو كان تحمله على صفة السماع من لفظ الشيخ، الآن يقول حدثني الشيخ، أو يقول سمعت الشيخ، سمعت الشيخ، مفهوم؟ ولكن لو كان يقرأ على الشيخ فيقول قرأت عليه وهو يسمع، قرأت عليه وهو يسمع، أو يقول قرأت عليه هذا الحديث. وإذا كان القارئ آخر ليس هو، فيقول قرئ عليه وأنا أسمع، فهذا الأداء. ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ وهكذا الغريب وغير ذلك، كما سيأتي في الكتاب إن شاء الله. نعم. إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء، كان يتناقله العلماء شفويا، أي ينقل بعضهم عن بعض، تناقل، ينقل بعضهم عن بعض شفويا، أي من فيه إلى فيه، من فيه إلى فيه. فقال كان يتناقله العلماء شفويا، يعني ما بدون تصنيف الكتب، بدون تصنيف الكتب، ما كانوا يسجلونه في الكتب، فقط يبينونه بألسنتهم. نعم. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم، أي تدرج الأمر، تدرج الأمر وترقى الأمر، يعني كانت في مرحلة في درجة ثم ترقى وأصبح في درجة أخرى، في مرحلة أخرى، مفهوم؟ فتدرج وترقى، ترقى هذا العلم، ترقى الأمر، فصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، معناهما واحد، تسجيل والكتابة معنى واحد. نعم. لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة، من في أمكنة أي أماكن متفرقة مختلفة من الكتب ممزوجة، ممزوجة أي مخلوطة، مخلوطة، مخلوطة بغيرها من العلوم الأخرى، مخلوطة بغيرها من العلوم الأخرى، يعني كان علم المصطلح مذكور مثلا في أصول الفقه مختلط مع أصول الفقه، وكان يذكر في كتب الفقه مع مسائل المسائل الفقهية، فكان ممزوجة مختلطة مع هذه العلوم الأخرى. نعم. كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، المراد من علم الأصول يعني علم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم الحديث. نعم. مثال كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وأخيرا لما نتجت، وأخيرا لما نتجت العلوم أخيرا لما نضجت العلوم، أي أحكمت العلوم، أصبحت محكمة، أصبحت محكمة، نضجت، وليس نضجت مثل طبخ الطعام، الطعام نضجة، لكن هذا بمعنى المجاز، بمعنى مجاز، يعني أحكم، أحكم وأصبح صالحا لأن يكتب في الكتب المستقلة، أحكمت هذه علوم المصطلح، نضجت العلوم وأصبحت صالحة للكتابة في كتب مستقلة. واستقر الاصطلاح، أي ثبت وتعين اصطلاح علم المصطلح، ثبت واستقر اصطلاح علم المصطلح، مصطلح الحديث. نعم. واستقل كل فن عن غيره، انفرد كل فن عن غيره، نعم، أصبح كل فن مستقل، علم أصول الفقه على حدة، أصول الحديث على حدة، أصول الفقه على حدة، علم الحديث على حدة. نعم. كان وذلك في القرن الرابع الهجري، وهذا الذي حصل في القرن الرابع الهجري، يعني بعدما مضى 300 سنة، بعد مضي 300 سنة. يقول أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان من
من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 من الهجرة في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم يقول صاحب الكتاب: وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا، يعني منذ القرن الرابع إلى يومنا هذا سأذكر أشهر المصنفات. نعم، أشهر المصنفات. أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي أبو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي متوفى في سنة 360 هجرة، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها. لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، تأكيد لأبحاث، وأبحاث مفعول به، يعني ما استطاع أن يجمع جميع أبحاث علم المصطلح في هذا الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. نعم. وهذا شأن من يفتتح التصنيف. شأن من يفتتح التصنيف. وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا. نعم، هذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا، يعني كل من يبدأ ويصنف كتابا أول مرة في هذا الفن، في هذه المادة أو في هذا العلم، فيجد أنه ترك كثيرا من الأشياء، لأنه ليس أمامه يعني كتاب فيه كل هذه الأشياء مذكورة، بل هو ينظر كتابا ثم كتابا آخر ثم كتاب ثالث، وهكذا يحاول أن يجمع جميع الأبحاث، ولكن مع ذلك يبقى النقص. وبعد ذلك الناس الذين يقرؤون كتابه يجدون أنه ترك بعض الأشياء ثم يزيدون عليه ذلك. نعم، الكتاب الثاني معرفة العلوم الحديث، صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405، لكنه لم يحدث الأبحاث ولم يرتبها ترتيب الفن المناسب. نعم، ف هذا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النسابوري رحمه الله، توفي سنة 405 من الهجرة، ونستطيع أن نقول سنة 5 بعد 400 من الهجرة، أو سنة 45 من الهجرة، لكنه لم يهذب الأبحاث، يعني ما لخص كتابه، ونجد بعض الأشياء زائدة فيها إضافات غير لازمة، مفهوم؟ فهو لم يهذب هذا الكتابة، ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب، يعني هناك ترتيب مناسب لهذا الفن كما سيكون في هذا الكتاب، فهو لم يجعل كتابه على هذا الترتيب، فكان الناس يحتاجون إلى كتب أخرى أيضا، ولأجل ذلك صنف العلماء كتب أخرى أيضا، وهنا بقي الكتب التي ذكرها تقريبا 13 كتاب، سندرس حولها إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله.